بتيجي على أهون الأسباب، غلطة نندم عليها سنين، بتيجي على أهون الأسباب، غلطة نندم عليها سنين، وحتى اللي ماشيها بحساب ليه وقع بتقسمه نصين، بتيجي على أهون الأسباب. هو في ايه يا باشا؟ انا ملاحظ يعني بعد 3 ايام العسل انت راجع مش متظبط والغزاله مش رايقه. هو العسل كان تقيل على صدرك شويه يا باشا؟ لا الغزاله رايقه وزي الفل. هو كلامك السخيف اللي عكنن عليا يا سخيف. ينقطع لساني ولسان اللي خلفوني لو حد جاب سيره الموضوع ده. مكافئات ايه وحافز ايه يا سعاده الباشا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ سعاده الباشا الحبه الزنقه يا دي مقبوله. انا عارف ان الحلم عليك تقيل. ميرسي بوب، تتردلك في الافراح. يلا شوف شغلك. جو جو جو. ايه اللي اقول يا باشا؟ هو انت اعتزلت اللعب مع الملزز ورست خلاص على وفاء هاني من مصر؟ اعتزلت؟ ار يو كريزي بوب؟ اعتزلت؟ مش في مثل بيقول لك يموت الزمار وصوابه بتلعب؟ والله والله العظيم قلت كده برضه، يموت الزمار. انا قلت يعني خلاص بقى اكلنا وشبعنا وقضيناها 3 ايام في شرم الشيخ، قررت ان اللعب مع وفاء ده يبقى خفيف خفيف والكوتش يرجع لفريقه القومي. ايوه بس وفاء هانم دي مش اي ولا زي سعاده الباشا، ده منتخب لوحده. مفيش واحده في الدنيا مش زي ولا اي. هتاخد لها يومين بالكتير، شهرين ثلاثه، بعد كده كارت احمر، استماره 6، اوت. ايه ده يا باشا؟ بعد ده كله؟ ياس ياس يا باب، دي عايزه نحنحه ودلع 24 ساعه في ال 24 ساعه. انا زهقت من دور روميو ده والكلام اللي قاعد بسمعه لها ليل ونهار. نو اناف اناف. يا سلام، معلم يا باشا، معلم وتقيل قوي ومالكش حل. مش عارف. محمود شخصيه. اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. ايه الحضن الجميل ده يا عالم؟ طب ممكن حضرتك تغمض عينيك عشان في مفاجاه واكسلنت كمان. مفاجاه واكسلنت كمان. ما عمرك فتح عينيك. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ سيدي توم انجيري عشان نتفرج عليه انا وحضرتك وادهم حركات. توم انجيري ده حبيبي عايز مزاج رايق وانا مزاجي مش رايق اليومين دول. خليه معاك لغايه ما مزاجي يبقى كويس ونتفرج عليه. هو انت زعلان وتعبان عشان انت اترفدت من الشغل زي ما بابي كان بيقول لمامي؟ تعرف يا حبيبي لو انت اكبر شويه من كده كنت قلت لك كل اللي ما اقدرش اقوله لحد تاني. جدو لو سمحت ما بحبش اشوفك كده. اعمل ايه غصب عني يا حبيب جدو. طب عارف بقى هقول لك حاجه حصلت النهارده اكيد هتفرح بيها. ايه هي؟ انا وعلي صاحبي النهارده في البريك كنا بنلعب رست وهو كان خلاص هيكسبني يا جدو بس انا مرضتش. رحت عادل ايدي ومديها القوة وقعدت احاول لحد ما انا اللي غلبته. برافو عليك، طول عمرك بطل في الريست يا اخي. عارف يا جدو لو انا كنت سبته يغلبني وما كنتش حاولت اللي انا اكسبه كان هو اللي هيغلبني وانا كنت بلوزر. تعرف انك انت نبهتني لحاجة مهمة جدا. مش فاهم. هات الموبايل ده، في حاجة مهمة أنا هحاول فيها ولو غلبت هقول لك إن أنا غلبت. اكسلنت يا جد. ألو، أيوة دكتور. ألف سلام عليك يا دكتور، قلبي معاك والله. ماشي سعادتك،
في نفس الميعاد ونفس المكان اللي متقابل فيه. أنا كلي تحت أمر جنابك يا دكتور. مع ألف ألف مليون سلام. مع السلامة. ماشي يا دكتور. كلها أرزاق. ممكن أعرف بقى لابس ورايح على فين كده وأنت تعبان؟ الحمد لله أنا ما عدتش تعبان ولا حاجة. الضغط اتظبط وبقيت صحتي زي البوم. اصل في مشوار مهم لازم اروح. طب معلش اجل المشوار المهم ده لبكره. ما ينفعش، بقولك مشوار مهم. اطمني انت بس، انا بخير والحمد لله. الف مليون حمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك يا استاذ ايهاب، ولو اني زعلان منك قوي. وانا ما اقدرش على زعل جنابك. زعلان منك لان اخر مره اللي اديتك فيها الخمس الاف جنيه قلت لي على كل حاجه ما عدا اهم حاجه، وهي موضوع الجواز العرفي ده اللي انت بنفسك ماضي على العقد اللي فيه كشاهد. انت عرفت يا باشا وشفت العقد ولا ايه؟ كان لازم تقول لي يا اخي بدل ما تسيبني اضبش كده لحد ما اتكعبل في الموضوع. يا باشا ما انا بقول لك على كل المعلومات، وبقول لك رايحه له امتى والساعه كام وفين، وقلت ان انت هتواجهها وهي هتقول لك على موضوع الجواز العرفي. يعني انا ما قصرتش معاك في حاجه يا باشا. اسمع بقى، انا عايز المهزله اللي احنا فيها دي تنتهي. انت تقشر واعتبرها انتهت. انا مش عايزها تنتهي وبس، لا انا عايز وفاء هانم تفوق من حاله الاغماء العاطفي اللي هي عايشه فيها دي. كله تحت السيطره ورهن اشارتك يا باشا، بس انت تؤمر. طب اسمع وجهه نظرك. ادينا يا باشا 50,000 جنيه واعتبر ان كل احلامك اوامر واتحققت. ازاي بس يا استاذ ايهاب؟ يا باشا انا واثق ان انت لما بتحلف بشرفك بتوفي. احلف لي بشرفك ان انت هتديهم لي، وبعد كده كله هيبقى على عينك يا تاجر. ولو ان ال50,000 كتير لكن ده بقى ماشي، انا موافق احلف لك بشرفي. 25 دلوقتي بشيك و25 لما كله يبقى تمام و100%. قلت لك خلاص موافق، بس اعرف الحكايه. واللي عندي هيحقق كل المراد اللي انت عاوزه. ساعتها بقى هيبقى لك عندي مكافأة فوق ال50,000 جنيه. كلك كرم يا سعادة الباشا. بقول لك يا باشا، شايف انت الجهاز المحمول اللي معانا ده؟ الجهاز ده اختراع رهيب جدا يا باشا. أهم حاجة لا فيه الأوبشنز اللي فيه. كويس. ها تقصد إيه؟ بص يا باشا، دلوقتي هحط الجهاز ده كده وفي زرار أدوس عليه. وإحنا بنتكلم مع بعض هيسجل كل اللي قلناه ومن غير أنت ما تحس ولا تعرف أي حاجة. ودي أنا عارف كويس. في ايه يعني؟ تقصد ايه؟ ده غير بقى ان سعادتك ممكن يسجل صوت وصوره اهو، لكن انا بالنسبه لي سجلت صوت بس. عايز اسمع سعادتك بقى وتقول لي رايك وفهمت ايه. مثل بيقول لك يموت الزمار وصوابها بتلعب. والله والله العظيم قلت كده برضه، يموت الزمار. انا قلت يعني خلاص بقى اكلنا وشبعنا وقضيناها 3 ايام في شرم الشيخ، قررت ان اللعب مع وفاء ده يبقى خفيف خفيف والكوتش يرجع لفريق قومي. ايوه بس وفاء دي مش اي ولا زي ساعه الباشا. اسمع تاني ولا كفايه يا باشا؟ مفيش واحده في الدنيا. لا كفايه. اظن كده بقى تعترف لي ان انا قرد مسلسل. ايوه فعلا. مش انت عملتها ازاي؟ انا هقولك يا باشا، دي طريقتي مع كامل فهمي. انا مسجل له 200 ساعه تسجيل صوت. في البيت بسجله، في المكتب بسجله. ليه بقى يا باشا؟ عشان لما عرق النداله ينقح عليه اعرف العبه واجيبه على جدور رقبته. كويس. هو ينفع اخد التليفون بتاعك ده واسمع وفاء هانم الكلام الخطير اللي عليه؟ باشا عشان انا واثق فيك وانت حالفلي بشرفك قبل كده ان عمرك ما هتضرني، كل اللي اقدر اعمله هنقوله لك على الموبايل بتاعك بلوتوث، تسمعه لها وتمسحه على طول. كويس، بس مش في احتمال انها تشك ان انا اللي ملفق التسجيل ده؟ عندك حق يا باشا، عشان كده انا مرتب لك الخطوه اللي بعدها على طول. اللي هي كامل فهم النهارده هيديها زومبا وهيقول لها عندي ميتنج في الشركه عشان ما تروحلوش بالليل. ليه بقى؟
لان هو متفق مع مزه جديده لانك جايه له البيت بالليل وحبات عنده للصبح. انت متاكد من الكلام ده؟ مليار في الميه يا باشا، والمكالمه كانت قدامي انا. انت عارف لو انت شخللت بس جيبك شويه انا هرتب لك ازاي تدخل الفيلا معاها وتشوفوه في اوضه النوم وهو متلبس. كل اللي انت عايزه هديهولك، بس قول ازاي. الوضع شور حارس الفيلا بتاع كامل بيه هو كلمة السر في تخليص الموضوع ده. ايوه بالراحة عليا بس افهم ازاي. هقولك سعادة الباشا، اصل كامل بيه ما اشفرها مع الواد اللي اسمه عاشور ده زي ما هم اشفرها معايا كده. الواد ده لو اتهبت باكوين هيبقى خاتم في صباعك. ساعة دلوقتي داخل على ستة، هروح له امتى واتكلم معاه واتفق معاه ازاي؟ يا سعادة الباشا اعتبر نفسك رحت وقعدت معاه واتفقت معاه. اصل الوضع شروط ده بلدياتي انا اللي جايبه واشتغل عند كامل بيه. اهبدني بقى الشيك ابو 25000 البوكيون بتوع الواد عشان اروح بسرعه اتفق لك معاه وارتب لك كل حاجه، وانت ما فيش حاجه تعملها خالص. تاخد الهاني من ايدها وتروح على الفيلا الساعه 12 12 ونص، تخش تلاقيه متلبس. كويس قوي. اتفضل. ادي ال 2000 الشيك بتاعك اكتبه لك واحنا طالعين لان دفتر الشيكات في العربيه. طب بقيت ال 50000 باكو يا باشا. طب تحب نتقابل الصبح واخدهم كاش ماني؟ انت عارف ده لو حصل تستاهل قد كده مليون مره. طب اخد بقى الموبايل وانقل لك ايه المكالمه على البلوتس. ها اهو بينقلها. انت باشا بيتهيألي كان في سؤال نفسك تساله لي وما سالتوش، صح؟ صح. نفسك تسالني انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل ده يا باشا عشان انت حلفتلي بشرفك وانا واثق منك انك انت عمرك ما هتضرني وتجيب رجلي في الموضوع. بعمل كده يا باشا عشان ال 50000 باكو اللي كل باكو فيهم يفرق مع العبد لله. بعمل كده يا باشا عشان انت ترجع الشركه معزز مكرم وراسك فوق، وانا اخش اعمل البيزنس بتاعي اللي كنت بعمله مع جروبات. بعمل كده يا باشا عشان حاجه مهمه قوي، عشان الست هانم طيبه والواد اللي اسمه كامل ده يا سعاده الباشا هيلعب بيها وهيبهدلها اخر بهدله. كامل ده يا سعاده الباشا لو اتباع في السوق ما يجيبش ربع جنيه، اسالني انا، انا اكتر واحد اعرفه. مش هشوفك النهارده يا حبيبي. انا عارفه انها اكيد ظروف شغل، استعمل ايه بقى، اتعودت اشوفك كل يوم. طب اسمع، اول ما تخلص شغل كلمني، مش مهم ان شاء الله تكون الساعه 6 الصبح، برضو هستنى تليفونك. بجد بجد وحشتك يا كامل. اصل انت كمان وحشتني، وحشتني قوي، ولسه كمان هتوحشني اكتر واكتر عشان مش هشوفك النهارده. المهم هستنى تليفونك اول ما تخلص شغل. اوكي يا حبيبي، محمد رسول الله. مامي جدو شهدي جه ومستني حضرتك تحت. جدو شهدي؟ طب روحي اقعدي معاه لمغير هدومي وحصلك. اوكي. اتفضل يا جدو. والله يا جدو منورنا ومنور الدنيا كلها. شكر يا سعادة السفيرة. اهلا 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 يا عم. ده ايه ده، ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتورة، انا اسف اني جيت من غير ميعاد. يا خبر يا عمو، اوعى تقول كده، ده البيت بيتك وحضرتك تنور وتشرف في اي وقت. اعمل حسابك يا جدو ان انت هتتعشى معانا النهارده. اوكي. لا معلش، خليها يوم تاني، في موضوع مهم خاص بالشغل هتكلم فيه مع مامتك، وبعدين عندنا مشوار مهم بعديها. خير يا عمو، ايه هو الموضوع اللي عايزنا نتكلم فيه مع بعض لوحدنا؟ الاول انا بعتذر للمره التانيه
اني جيت لك من غير ميعاد، ورغم انك انهيت خدمتي في الشركه، لكن انا شايف ان صله القرابه اللي بيننا والعشم والملح وعشره السنين يدوني الحق في ان انا اجيلك البيت اذا استدعى الامر. طبعا يا عمو، من حقك تشرف البيت ده في اي وقت انت عايزه. وانا عايزه اعتذر لحضرتك عن سخافتي معاك في المكتب، واقول لك ان لا انا ولا المكتب نقدر نستغنى عنك لحظه واحده. يعني كوني بشتغل في الشركه او لا، في عهد انا خدته على نفسي قدام المرحوم والدك بانك تكوني في عينيا وفي رعايتي لاخر يوم في عمري. ربنا يخليك لي يا عمو، انا طول عمري بحبك قوي، بس بترجاك ان لو حضرتك يعني جاي عشان تكلمني في موضوعي انا وكامل، يا ريت ما نفتحش الموضوع ده خالص. بتحبيه؟ وهو بيحبك ومخلص ليكي؟ جدا جدا يا عم. انتي واثقة اني حريص عليكي زي حرصي على ايمان بنتي بالظبط ولا لا؟ اه طبعا يا عم. طب لو قلتلك اني عندي شك في صحة ومشروعية الجواز العرفي تقولي ايه؟ ازاي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ الجواز على سنة الله ورسوله ومتوفرة فيه كل شروط الجواز. أهم شروط الجواز الإشهار وشاهدي العدل، مش دول أساس الجواز الصحيح؟ أيوه، ما هو الإشهار أقله 2 شهود يشهدوا على العقد. لا، الإشهار معناها أن كل دايرة معارفك وكل دايرة معارفه يكونوا عارفين بالجواز ده. الإشهار كانت بتدقله طبول أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كوسيلة للإشهار. أما بالنسبة للشرط الثاني وهو شاهدي العدل، فما ينفعش مدير أعماله السكري ده اللي ما بيفوقش من الخمرة، ولا السواق بتاعه اللي غرقان في البنجو ليل ونهار، لأنه لو اديتي لده أو ده 50 جنيه بس هيبيع أهله ويبيع ضميره ويزور شهادته كمان. والشرع لما اشترط أنه يكونوا شاهدي عدل أن الواحد فيهم يكون رجل شريف ومستقيم عنده قيم ومبادئ وأخلاق، ولو طلب للشهادة يشهد بالحق لو حطوا السيف على رقبته. مش عارفة يعني، مش عارفة هو حضرتك بتقولي الكلام ده كله ليه دلوقتي؟ قصدي اقول لك يا دكتورة ان الجواز اللي انتي متجوزاه ده وعاملاه ستار اخلاقي جواكي لعلاقتك بكامل فهمي، ده ما يمتش للجواز بأي صلة. واستفتي قلبك واسألي رجال الدين هيأكدولك اللي أنا بقوله ده مظبوط. أنا بترجاك يا دكتورة هننزل أنا وإنتي مشوار مهم، بس بشرط ما تسألينيش رايحين فين. لا، ما أنا عايز أفهم إيه الحكاية، وعايز أعرف كمان إحنا هنروح فين. هقولك وإحنا في الطريق. أنا مش قادر أفهم منك حاجة يا عمو، قلتلي انزلي معايا زي ما انتي وملحقتش حتى اغير هدومي ونزلت بلبس جديد، وقلتلي هتوريني حاجه ما شفتش اي حاجه، ودلوقتي جايبني هنا ليه؟ اصبري بس شويه هتعرفي انك مش هتندمي انك نزلتي معايا. يا سبحان الله، اللي انا جاي اوريهولك حصل اهو. ايه ده؟ مين دي؟ دي واحده من عشيقات كامل فهمي جياله. رايحه فين؟ حاسه
ادخل اشوف مين دي يا عمو. مين دي؟ اسمعيني بس، هنستنى شوية انت فهماني، وبعدين هدخلك تشوفيهم مع بعض وتتأكدي بنفسك. في صحة أحلى عيون شفتها في حياتي. بيقولوا إنك نحنوح ورقيق وكذاب قوي. أنا كذاب قوي، بس ما أقدرش أكذب على أحلى مزة شفتها عينيا. أنا حاسس إن أنا عايش في حلم جميل قوي ومش عايز أصحى منه. طب ممكن أعرف أنت عايز مني إيه؟ هنخلص الكاسين دولة، نطلع فوق أفرجك البيت وأعرفك أنا عايز منك إيه. ولا مش عايزة تتفرجي على بيت حبيبك؟ الله، إيه يا مزة المزز أنتِ؟ نتفرج ورانا إيه؟ ورانا إيه؟ ورانا إيه؟ اعتزلت؟ Are you crazy Bob؟ اعتزلت؟ مش في مثل بيقول لك يموت الزمار وصوابعه بتلعب؟ والله والله العظيم قلت كده برضه، يموت الزمار. انا قلت يعني خلاص بقى اكلنا وشبعنا وقضيناها 3 ايام في شرم الشيخ، قررت ان اللعب مع وفاء ده يبقى خفيف خفيف والكوتش يرجع لفريقه القومي. ايوه بس وفاء هانم دي مش اي ولا زي سعة الباشا، ده منتخب لوحده. مفيش واحده في الدنيا مش زي ولا اي. هتاخد لها يومين بالكتير، شهرين ثلاثة، بعد كده كارت احمر، استمارة 6 اوت. ايه ده يا باشا؟ بعد ده كله؟ يس يس يا باب، دي عايزة نحنحة ودلع 24 ساعة في ال 24 ساعة. أنا زهقت من دور روميو ده والكلام اللي قاعد بسمعه لها ليل ونهار. نو إناف إناف. يا سلام، معلم يا باشا، معلم وتقيل قوي ومالكش حل. مش معقول مش معقول يكون ده كامل. انت متأكدة انه هو كامل؟ لا 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 لا، استحالة استحالة يا عم يكون ده كامل، استحالة. يلا بينا. فيلا جواني موارد، وانا هدخل اوضتي اعمل اني نايم. ولا مؤاخذه يا باشا، استغفر الله العظيم. مش دول كمان تشكر يا باشا. الموظفين ما يمشوا هديلك الورقه تحرقيها تقطعيها بيتك اللي انت عايزاه. عقير وسافل سافل. شرفت وخطوه عزيزه يا شهودي بيها. بكره الساعه 8 هنعدي عليك في المكتب ناخد الورقه ونقطعها. اوكي يا شهودي بيها. Thank you.
نايم نايم وسايب الابواب مفتوحه. نايم يخرب بيتك يخرب بيتك. اسف يا بنتي، ما كانش فيه قدامي غير كده عشان تفوقي من المهزله اللي انت فيها دي. هو طلب بني ادم واطي، ما يستاهلكيش ولا يستاهل حتى تفكري فيه. انا مش قادره اصدق اني خدعت فيه للدرجه دي. انا قرفانه من اللي حصل وقرفانة من نفسي قوي قوي. الحمد لله انه كشف بدري، شفناه على حقيقته. يا ماما مالها يا جدو، في ايه؟ لا مفيش حاجه، ما تتخضيش، طمني يا بنتي مفيش حاجه خالص. رحنا نزور واحد موظف عندنا في المجموعه في المستشفى، وماما واقفه لسه بتسلم عليه، هو مات. انت عارفه بقى ماما حساسه قد ايه، تعبت شويه بقى. ان شاء الله هتبقى كويسه، تبقى زي الفل. حبيبتي يا ماما، انا هكلم طنط عامله دلوقتي تيجي تشوف مالها. مش حاجة، قلتلك طمني.
ألف سلام عليك يا ماما. مش قلتلك اطمني يا بنتي؟ إن شاء الله هتبقى كويسة. أنا خلاص طلبت طنط عبلة وهي جاية دلوقتي في الطريق. ليه بس؟ طب خلاص، ده سعاد شوفي وراكي إيه أعمليه. حاضر يا بنتي. وانت حبيبتي روحي اعملي لماما فنجان تليو بس يكون سخن، وانا هفضل هنا اقرا لها آية الكرسي 5 مرات، ان شاء الله هتبقى عالي العال. حاضر يا جدو. الف سلامة يا وفاء، كنت فاكرك اجمد من كده. اعملي معروف، انت لازم تتماسكي بقى، ديكي شفتي انه ما يستاهلش دمعه واحده من عينيك. انا اتخدعت خدعه كبيره قوي يا عمو، وهنت نفسي قوي قوي. معلش، اللي حصل حصل، والحمد لله انه كشف بسرعه قدامنا. احنا مش عايزين موضوع يتنطور كده ولا كده. انا قلت للميس ان اللي حصل لك ده سببه ان موظف من عندنا حصلت له حادثه، رحنا نزوره في المستشفى مات قدامك. الكل لازم يعرف كده، حتى الدكتور عبلة لما تيجي لازم تعرف كده. يا رب عديها على خير. بس حضرتك قلت لي واكدت لي قبل ما نخرج ان الجوازه اللي انا اتجوزتها له دي مشكوك فيها. بعدين لازم تفوقي كده واعصابك تهدى، وبعدين هنتكلم في الموضوع ده انا وانت بس براحتنا. يا رب. اهلا دكتور عبد. مساء الخير يا دكتور. مامي تعبانة قوي. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله هتبقى كويسه. انا خايفه عليها قوي. تعالي شوفيها. تعالي يا روحي. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. اتفضلي. اتفضلي يا طنط. خليكي انت يا حبيبتي، انا عايزه اتكلم مع مامي لوحدي. انا اسف. جدو، ممكن تحكي لي ايه اللي حصل لمامي بالظبط؟ ها؟ انتي متأكدة ان مفيش حاجة مخبيها عليا غير اللي انتي حكيتي؟ مفيش حاجة خالص خالص خالص. وفاء يا حبيبتي، انا اختك وصاحبة عمرك ومامتك اذا لزم الامر. يا قلبي حكيلي احكيلي، انا هسمعك. وسرك في بير يا وفاء، هسمعك يا وفاء عشان انصحك، واتخانق معاكي اذا لزم الامر عشان تعقلي. وفاء، محدش في الدنيا دي هيخاف عليكي قدي. انا قولي بقى انت في حارتك، قولي. مفيش يا عم، مفيش مفيش حاجة. قلتلك مفيش مفيش غير كده. براحتك، سهت ايه دي عشان خاطري. خير يا طنط؟ مامي مالها؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، مامي دي اكبر دلوعة في الدنيا، يعني شوية انهيار عصبي بسيط كده من المنظر الفظيع اللي هي شافته. عموما انا اديت لها حقن،
الحقنه دي هتنيمها كويس جدا لغايه الصبح، انتوا ما تقلقوهاش. بس يعني ان شاء الله على الصبح هتبقى كويسه يا دكتوره. ان شاء الله يا دكتور شرطي. اوعي تكوني بتطمنيني كده وخلاص يا طنط، انت عارفه انا ماليش غيرها. هي كم بس اللي حصل ده يا باشا مصيبه مصيبه ولا مصيبه ولا حاجه، اختصرت وجابت اخرها بنفسها اوام اوام. انا اللي هيجنني ازاي عرفت ان في واحده معايا، وازاي بمنتهى السهوله هي والعقرب اللي اسمه شهدي دخل اوضه النوم. ما تستغربش يا باشا ما دام فيها الدكتور شهدي، ده راجل عقرب وعقر، واكيد كان قطرك كان مخلي حد يقطرك. بس انا اللي مجنني الواد اللي اسمه عاشور ده، ازاي ينام ويسيب الابواب مش مقفوله كويس؟ الواد ده قبل ما اطرده رزعته علقه هيحلف بيها طول عمره. خلاص حصل خير يا باشا. لا ما حصلش خير، مش فارقه معايا، المهم اللي انا كنت عايزه يحصل حصل، خدت الشر وراحت. لا انا مستغرب له يا باشا ازاي الدكتور شهدي وهي يخش عليك اوضه النوم ويقفشوك مع المزه. بقول لك ايه يا بوب، انت هتقعد تلخبص في الموضوع وتعيد وتزيد. انف، روح غور شوف شغلك، حل عن دماغي. جو جو. أوامر جنابك يا باشا. ألو، أيوة أستاذ فضل، إزيك؟ تمام كل خير. بقول لك ايه، انا عايزك تسيب اللي في ايدك وتجيلي دلوقتي، تجيب معاك عقد جواز عرفي نفس الصيغه والشكل زي العقد التاني اللي عملناه مع وفاء هانم. تمام مستنيك. بقول لك ايه، ابقى هات معاك نفس القلم اللي استخدمته في العقد التاني، نفس القلم، مفهوم؟